افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط اليوم مؤتمر بي بي تي سي الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي تنظمه شركة يوروب بتروليوم كونسلتنتس وشركة نفط البحرين بابكو بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز، بحضور عدد كبير من الخبراء والمهندسين والمهتمين في مختلف جوانب الصناعة النفطية. وقال معاليه إن اختيار الشركة المنظمة مملكة البحرين لعقد هذا الحدث العالمي يعزز من مكانة المملكة كمركز مهم في المنطقة لعقد الفعاليات المتخصصة، ويبرز الدور الإيجابي الذي تطلع به حكومة مملكة البحرين الموقرة وما تقدمه من تسهيلات تصب في تعزيز الحركة الاقتصادية وسياحة المؤتمرات، موضحا معاليه أن الانخفاض في أسعار الخام العالمية في نهاية عام 2015 شكل تحديا في التعامل مع صناعة النفط بمنهجية أكثر مرونة، مؤكدا أن مملكة البحرين سعت إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمصفاة وإدخال أحدث التقنيات لتعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية، حيث يعتبر مشروع تحديث مصفاة البحرين من المشاريع الاستراتيجية الرامية لرفع مستوى المصفاة وإنتاج منتجات نظيفة وذات قيمة مضافة وصديقة للبيئة. واليوم يعني هناك ضغط كبير على يعني النفط من ناحية البيئة، فالتقنيات الحديثة يعني تشيل شوائب مثل الكبريت الاتش هيدروجين سلفايد وغيرها من الشوائب. أما المعرض الكونفرنس بيتكلم عن تحويل المركبات الثقيلة في برميل النفط إلى مكثفات أكثر قيمة، فالتقنيات هذه ترفع كفاءة الفيول أويل إلى الديزل، يعني اللي يعتبر من الوقود النظيف والانبعاثات تكون أقل. فالمعرض معني بهذه التقنيات الحديثة وين وصلت. طبعا مشروع بابكو الحديث نأمل أن تنتقل بابكو بالوحدات الجديدة أن تكون جميع منتجاتها ضمن المواصفات الحديثة البيئية.